تفضل حضرة صاحب الجلالة بالكلمة الختامية طول العمر. سمو الله سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والسمو الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في ختام أعمال الدورة 37 لمجلسنا الموقر أن نعرب عن اعتزازنا البالغ باستضافة هذه القمة المباركة، وعن تقديرنا العميق للروح الأخوية الصادقة التي ميزت لقائنا وجسدت حرصنا التام على أن ننتقل بهذه المسيرة التاريخية الرائدة إلى حيث تستحق، متطلعين إلى تكثيف العمل المشترك وتعزيز تعاوننا وحضورنا الدولي خلال العام القادم للحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق المزيد من المنجزات بما يلبي طموحات شعوبنا في الرخاء والازدهار. شاكرين لكم ما بذلتموه من جهود خيرة ومساعي مخلصة فيما توصلنا إليه من قرارات سديدة ونتائج إيجابية ستحقق بإذن الله الأهداف النبيلة لهذا الكيان الشامخ. وكما بدأنا على بركة الله وعونه، نختتم أعمال قمتنا بحمد الله وشكره على ما تحظى به مراحل عملنا من توفيق وسداد، مجددين شكرنا لمعالي الأمين العام ومعاونيه على جهودهم المخلصة والحثيثة في متابعة تنفيذ قرارات مجلسنا الأعلى على مدار العام، وفي الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس الأعلى بما يضمن نجاح أعماله وتميز نتائجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.